خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبد الله الثاني لاقى ردود فعل واسعة على المستويات كافة، فقد ثمن رؤساء الكنائس والأباء الكهنة في المملكة محاور ومضامين هذا الخطاب الذي أكد رؤية جلالته الواضحة نحو أردن واعد لدولة ديمقراطية تنبذ العنف والتطرف والإرهاب والتمييز وتقوم على العدل والمساواة واحترام حرية المواطن وصيانة حقوقه الدستورية، محذرا جلالته من العبث بالمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ومحاولة تغيير الواقع وقلب الحقائق الدينية والتاريخية والثقافية والحضارية في المدينة المقدسة. وقد أكد الجميع أن الوصاية الهاشمية على القدس ومقدساتها تشكل الرعاية والحماية الكاملة للمدينة المقدسة. أصغيت إلى الخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله، والذي قاطعه التصفيق الحاد عشرات المرات خلال فقرات الخطاب السامي، وخصوصا عندما أعلن تحرير الباقورة والغمر من الاحتلال الإسرائيلي، وشعر كل الأردنيين بأن الحكومة الأردنية وأن جلالة الملك عبد الله الثاني يسعون بجد إلى النهضة بالأردن. اللهجة العامة لخطابه كانت لهجة أبوية، فبدأ بالكلام عن الوضع الاقتصادي المؤلم الذي تعيشه عائلات كثيرة، وأظهر تعاطفه وشعوره مع العاطلين عن العمل حين قال: في رقبة كل واحد منهم عائلة وفي رقبة الوطن كله. صفقنا له لأنه أشعرنا بأنه أب حان على كل الأردنيين، وخصوصا عندما طالب الحكومة الجهة التنفيذية بالمضي قدما بحزمة من الإصلاحات لكي يشعر المواطنين بأن هنالك تقدم. والانطباع العام أنه جلالته أعطى أملا ورجاء للأردنيين بأن المستقبل سيكون أفضل من الماضي. نحن ندعو لجلالته بالتوفيق، وندعو للحكومة الأردنية الجديدة التي ولدت قبل أيام بالتوفيق في التخفيف عن معاناة الأردنيين وإيجاد فرص عمل أكبر ورفع الرواتب، بحيث يشعر كل الأردنيين بأن هنالك فعلا إصلاحات فعالة هم كلهم في انتظارها. خطاب العرش السامي بالحقيقة كان خطابا واقعيا جدا، ممزوجا بالأمل والتفاؤل في المستقبل. بداية تحدث جلالته عن القلق الذي يراه في عيون الآباء والشباب الأردنيين من المستقبل، ولكن لم يتوقف عند هذا القلق، وإنما أعلن عن حزمة من الإصلاحات. هذه الإصلاحات التي تمر في 4 مراحل والتي سوف تعلنها الحكومة قريبا. هذا الخطاب كان خطابا لمس قلوب كل المواطنين الأردنيين، لأنه تحدث من القلب إلى القلب. تحدث جلالته محفزا الحكومة على بذل المزيد من الإنجازات، وليس الحكومة فقط وإنما السلطة التشريعية والقضاء النزيه أيضا. وتحدث أيضا جلالته على المقدسات الإسلامية والمسيحية، حيث قال أنها خط أحمر لا يمكن تجاوزه. هذا الخطاب كان خطابا شموليا، تحدث عن أراضي الباقورة والغمر التي أصبحت تحت السيادة الأردنية التامة، وتحدث أيضا جلالته عن كيف أن كلنا اليوم مسؤولون وغدا مساءلون. بالحقيقة هذا الخطاب كان خطابا تاريخيا، أرى أنه أراح نفوس الأردنيين كآباء كشباب،
وأراح أيضا نفوس الناس المتعبين الذين يعيشون في هذا البلد، وأعطى طاقة ونورا وأملا لكل أردني ولكل إنسان يعيش في هذا الوطن بأن هذا الوطن سيبقى عزيزا، وكل أردني سيعيش بكرامة وفخر دائما. نهنئ جلالة الملك في خطاب العرش، وهذا الخطاب الذي تحلى بالحكمة والشجاعة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، فكان الخطاب موجه بشكل رئيسي إلى الشعب الأردني، ويشعر مع الشعب الأردني ونبض الشعب الأردني والظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها. وأيضا في هذا الخطاب تم توجيه تحية وإكبار إلى الجيش العربي المصطفوي، وتشجيع الجيش على الاهتمام والدفاع عن أرض الوطن. والنقطة الرئيسية في هذا الخطاب كانت الإعلان عن الباقورة وتحرير المنطقة واستلام المنطقة من قبل السيادة الأردنية، وهذا الإعلان جعل وزرع الفرح في قلوب الأردنيين. في هذا الخطاب أيضا هناك توجيه للنظر إلى المستقبل، وكل الماضي ترك الماضي والنظر إلى المستقبل بأمل وفرح. نهنئ جلالة الملك وكل عام وأنتم بألف خير. حظي خطاب العرش السامي لجلالة الملك عبد الله الثاني اللي ألقاه أمام مجلس الأمة يوم الأحد بأهمية واسعة لدى مختلف شرائح المجتمع الأردني، كما لقي اهتمام كبير على المستويين العربي والعالمي. فهناك محوران هامان ركز عليهم الخطاب، أولهما مسألة المقدسات الإسلامية والمسيحية بالمدينة المقدسة، ودعوة جلالته لعموم المسلمين والمسيحيين بحماية هذه المقدسات من العبث من خلال محاولة سلطات الاحتلال تغيير واقعها التاريخي والديني. والنقطة الثانية اللي أثلجت صدورنا كأردنيين هي إعلان جلالته بفرض السيادة الأردنية الكاملة على منطقتي الباقورة والغمر، وهذا طبعا هو إعلان تاريخي مرتبط بجهود جلالته الدبلوماسية على مدار السنوات الماضية، حيث انصاعت إسرائيل بتنفيذ الاتفاق لمعرفتها الوطيدة بمكانة جلالة الملك الكبيرة أمام المجتمع الدولي والعالم أجمع. ناهيك طبعا عن محاور أخرى عديدة تناولها جلالته في خطابه السامي المتعلقة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الشعب الأردني، مع ذلك فقد وجه جلالة الملك الحكومة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالنهوض بالاقتصاد الوطني. لا يسعنا كأردنيين إلا أن نشكر جلالة الملك المعظم على سياسته الحكيمة التي تقود الوطن إلى بر الأمان، والحمد لله.